بعد يعني أثير، لم أتمكن من سماعك بصورة جيدة، أتمنى أن تكون بمكان يكون فيه الاتصال أوضح. الآن أنتقل بسؤالي إلى مهدي. مهدي، ارتفاع بدرجات وانقطاع بالتيار الكهربائي مستمر، ما هي أوضاع الكهرباء في العاصمة؟ ضعنا في الصورة. نعم مروة، يعني درجات حرارة الشمس اللاهبة أثرت على الواقع الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد في الأسبوعين الماضيين أو في 3 أسابيع الماضية. كان تجهيز الكهرباء جيدا أو إلى يعني يصل إلى حد جيد جدا، يعني معدل ساعات التجهيز في الأسبوعين الماضيين أو في 3 أسابيع الماضية وصل إلى 18 ساعة إلى 16 ساعة، ولكن في اليومين الماضيين يوم أمس واليوم واقع الكهرباء متردي جدا في العاصمة بغداد كما تلاحظين، يعني ربما المنطقة شبه معتمة، يعني لا يوجد هنالك كهرباء، يعني جميع المناطق والأحياء السكنية في العاصمة بغداد هي معتمدة كليا على المولد الأهلي، فبالتالي يعني في الساعات متقطعة جدا، ولا يعني ربما ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات تأتي في ساعات النهار، أما في ساعات الليل فهي متذبذبة جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بسبب الاستهلاك الكبير، بسبب نقص حاد في المنظومة الكهربائية. هذا الخطة يعني لم تتمكن من حلها وزارة الكهرباء، أو لم تضع خطة جيدة على اعتبار أن المواطنين يعانون منذ أكثر من 20 عاما بسبب الكهرباء. ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة أدت إلى أن تخرج بعض المحولات خارج الخدمة، المحولات الكهربائية الموجودة في الأحياء السكنية أدت إلى احتراق أو إلى حرق بعض المحولات الموجودة في الأحياء السكنية، بل أدى إلى احراق حتى الأسلاك نتيجة الضغط العالي أو نتيجة الضغط على تلك الأسلاك، مما أدى إلى حرق الأسلاك وأيضا حرق المحولات لتخرج عن الخدمة، مما أدى إلى تراجع كبير وملحوظ في ساعات التجهيز. طبعا هذا الكلام يتحدث به نواب من داخل لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، ويتحدث به وزارة الكهرباء، وتتحدث به ويتحدث به أيضا المواطن العراقي وبالتحديد البغدادي، فبالتالي ساعات التجهيز متردية جدا ولم تصل إلى يعني كما وعدوا به الحكومة وكما وعدت به جهات ذات العلاقة بأن سيكون هذا الصيف مختلفا، وهو السيناريو المرسوم والسيناريو التي تتكلم به جهات ذات العلاقة، وهو ما يدفع المواطنين إلى التذمر تجاه تصريحاتهم. نعم. حسب كلام المواطنين. مهدي، هل من استغلال من قبل أصحاب المولدات الأهلية وبدأوا بانطفاء الكهرباء بحجة ارتفاع درجات الحرارة؟ نعم مروة، حتى وإن كان هنالك يعني رفع في سعر الأمبير من قبل المولدات الأهلية على كلام المواطنين، طبعا هذا لا يؤثر بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة والاعتماد كليا يكون على المولدة، ولا تستطيع الحكومة ولا تستطيع الجهات المعنية بتوفير ساعات تتناسب مع المولدة حتى لا يستهلك وقود أكثر ويرفع من الأمبير، فبالتالي يكون محرج حتى يرفع سعر الأمبير. هذا ما يتحدث به صاحب المولدة وهذا ما ينقله المواطن، ولكن ليس من ذنب المواطن أن يدفع من جيبه الخاص حتى تأتيه الكهرباء بصورة مستمرة. على أي حال يا مروة، نحن هذه اللحظة المولدات الأهلية في العاصمة بغداد لم ترفع الأمبير، ربما نشهد في الشهر القادم كما شاهدنا في السنة الماضية تكون هنالك حملة من قبل الحكومة في الشهر 7 والـ8 والـ9 والـ10، ثم تختفي هذه الحملة في يعني أشهر الشتاء الأولى، ومن ثم يعاد هذا السيناريو كما منذ 20 عاما ولحد هذه. نعم مهدي، دعني الآن أعود إلى مراسلنا في البصرة أثير. هل تسمعني جيدا الآن أثير؟ كنت قد سألتك أن هناك انهيار تام في أحد حقول النفط العملاقة بعد العاصفة التي حدثت في البصرة، ضعنا في الصورة. نعم تحية طيبة. ما حدث هو أن العاصفة التي أصابت البصرة وهي عاصفة رعدية مطرية أصابت محافظة البصرة خاصة في المناطق الغربية من المحافظة وبالتحديد في منطقة الرميلة، مما أدى إلى سقوط عدد من الأبراج التابعة إلى نقل الطاقة الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن بعض المنشآت التابعة إلى يعني وزارة النفط، منها مثلا أذكر شرطة النفط وأيضا الدفاع المدني التابع إلى النفط، وأيضا عدم السيطرة على الآبار الغاطسة لأن غرفة التحكم أيضا انقطع عنها الكهرباء بشكل كامل، وتأثر
اكبر حقل نفطي في محافظه البصره وفي العراق عموما. ولحد هذه اللحظه هنالك عمل جار لاعاده الكهرباء الى تلك المنطقه لاهميه القصوى، واعتقد وبحسب طبعا ما نقل لنا ان هنالك فرق خاصه للعمل حاليا يعني تعمل في هذه المنطقه من اجل اعاده الطاقه الكهربائيه لهذا المكان. نعم، الآن أنتقل إلى ذي قار وإلى نور. نور، كيف يبدو الانقطاع في المحافظة؟ أوصف لنا وضع المحافظة. نعم مروة، تحية طيبة لك للزملاء في شبكة المراسلين. يعني محافظة ذي قار خلال الأيام والأسابيع الماضية كان هناك تجهيز جيد جدا في ذي قار وفي عموم محافظة ذي قار، لكن خلال هذه الايام بالتحديد خلال ارتفاع درجات الحراره التي وصلت الى 50 درجه مئويه، يعني ذي قار كمدينه الناصريه بالتحديد تجهز باربع ساعات كهرباء تجهيز وقابل ساعتين ارتفاع في بعض المناطق، وهناك مناطق تشهد ساعتين تجهيز مقابل ساعتين انطفاء، وهناك مناطق تعاني يعني من صعوبه وصول الكهرباء اليها يعني بسبب رداءة المحولات وكذلك رداءة الأسلاك في المحافظة. يعني هناك أنباء تشير إلى عودة التظاهرات إلى ذي قار بخصوص ملف الكهرباء، وبالتحديد شمال ذي قار الذي يعاني منذ فترة من يعني تردي كبير في واقع التيار الكهربائي يعني يلتحق بها مركز مدينة الناصرية لتضامن معهم في موضوع التظاهرة، يعني من المعتبر تكون هذه التظاهرة على ابواب الطاقه الحراريه في مدينه الناصريه، يعني اليوم الناصريه محافظه من المحافظات المنكوبه، لكن اليوم محافظه ذي قار يعني منذ فتره تعاني من تردي كبير في واقع التيار الكهربائي. نعم في ظل هذا الوضع المتردي في تجهيز المحافظه بالكهرباء، هل من جهود تبذل من قبل الحكومه المحليه؟ نعم مروه، بالتاكيد يعني هناك جهود من قبل محافظ ذي قار والحكومه المحليه يعني كمجلس محافظه ويعني معاون محافظ ونوابه من اجل يعني زيارات هناك التواصل الى وزاره الكهرباء من اجل يعني تجهيز او زياده تجهيز التيار الكهربائي في المحافظه، لكن لغايه هذه اللحظه لم تعلن يعني نتائج هذه الزيارات وما آلت إليه هذه الزيارات إلى وزارة الكهرباء. يعني هناك مصدر داخل المبنى ديوان محافظة ذي قار أكد أن من المحتمل أن تكون هناك زيارة مرتقبة إلى وزير الكهرباء إلى محافظة ذي قار للوقوف على هذه الحالات وحالات الانقطاع التي يشهدها مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل خاص. نعم، أشكر مراسلينا من ذي قار نور السعيدي، وأيضا أشكر مهدي غريب من بغداد، ومراسلينا أثير العبادي، شكرا جزيلا لكم.